احنا اليوم كاعضاء لجنه اقتصاد واستثمار زملائي كانوا معي، احنا بالنسبه لنا بلجنه الاستثمار كمجلس النواب نسهل كافه الاجراءات اللي يحتاجها المستثمر، لان اليوم العراق يختلف عن السابق. العراق عام 2000 عند سقوط داعش والقضاء على زمر الارهاب من القاعده من التكفيريين من داعش، العراق الان بلد يحتاج الى الاستثمار، لان عندنا مدن مدمره بصوره كامله مثل الموصل كلها سببها داعش والزمر التكفيريه، فالان بحاجه الى مستثمرين اردنيين، بحاجه الى مستثمرين عرب ان يدخلون في المنطقه لاعاده بناء العراق. العراق بلد ثري في كافه خيراته، في النفط، في الزراعه، في الصناعه، الان انت تلاحظ هنا عندنا رجال اعمال عراقيين يستثمرون بالاردن، شنو السبب؟ السبب كان العراق صراعات داعش والقاعده والتكفيريين فاستثمروا ونجحوا باستثماراتهم بالاردن، فندعو اخواننا الاردنيين ايضا يمارسون هذا الدور بالعراق.